النسر المصري شق السما وعبر وعمل اكبر ملحمة. والناس اتكلموا علينا وعملوا لا اي خدمة باشا اي خدمة. مية مية ابو العيون. كمل. حاضر ركز. حاضر. اتكلم مين؟ ارجع ورا. ايه ده؟ مش انت القرد اللي بيطلع في الكرتون؟ اللي هو بيشيل الشنط ده يا عم. مش انا. اللي هو 3 ديز. لا مش انا. ارجع ورا. مش انت اللي باك. ليه؟ باك. ايه في ايه؟ سيت داون. ايه؟ سيت داون. ابو العيون. اقعد. ايه؟ اقعد. 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 مستر بريزيدنت اوف امريكا السلام الوطني لجمهوريه امريكا. مين ده؟ باراك اوباما. ده باراك اوباما؟ ايه؟ ده بريك اوباما. باراك ازاي يا عم؟ يا عم التاني اسود ده ابيض وده رد يعني. هو الرئيس الخفي انا اللي بظهر. ايوه بس التاني طويل ده هوت شورت. هو الخفي انا اللي بظهر. ايوه بس التاني رفيع. على الصلاة انا اللي بظهر. دي احتياطات الامن يا ابو العيون. احتياطات الامن. Yeah. بس السلام الجمهوري بتاعكم ده دي الاغنيه بتاعت الاستاذه صفاء ابو السعود الليامه. كنا في الاعياد بنقعد نحتفل وبنقول اهلا اهلا بالعيد مرحب مرحب بالعيد. خدتوا الاغنيه بتاعتنا ليه؟ ايه الارتفيشال ده؟ احنا اخذنا حاجات كتيره منكم يا ابو العيون. خدتوا هجات كتير؟ أخدنا هجات كتيرة منكم. مش دي وبس، احنا لسه واخدين آخر أغنية كسرت الدنيا في مصر كلها. أغنية إيه دي؟ جاني يا كريستيانو. أوكي. ألو، يا حبيبتي، أنت وحشتيني قوي. يو دونت تيك أم. مش هروح. يو دونت تيك أم. مش هروح. العقل من جواه طرير والدم يغلي انا سهير اصل البنات اهوى اميل ترقص وتسهر تتمايل ميلي يا بنتي كمان ميلي. ها ها ايه؟ ايه رايك يا ابو القيوم؟ كويس ان انتوا خدتوها. كويس. رايي في ايه؟ حتى اغاني المهرجانات خدتوها وخدتوا كمان الاغنيه بتاعت الاستاذه صفاء. بقول لك احنا اشترينا حاجات كتيره منكم الفتره اللي فاتت. يعني اشترينا ايه؟ اللي فاتت. فتره اللي فاتت اشترينا. فتره احنا اشترينا حاجات كتيرة منكم الفترة اللي فاتت. زي ايه؟ يعني اشترينا اغنية صفاء ابو السعود دي، واشترينا مهرجان مش هروح، واشترينا توم جبنة رومي من اولاد رجب مع زيتون اسمر. كان ارض تحفة على بعض كده. اشتريتوا ارض؟ اشترينا ارض تحفة على بعض. اشتريتوا ارض من مصر؟ اوفر اوفر. اوفر قولها بالعربي. يعني كل الحاجات دي اشتريتوها من عندنا؟ دي حاجاتنا على فكرة يعني. لا احنا اخدناها يا ابو القيوم. منور امريكا يا ابو القيوم.